محمد المديمي، اللي هذه المرة الثانية اللي كيستمع له السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على إثر دخوله في إضراب لا محدود عن الطعام. فيوم الأربعاء لما شافوه تكلم معاه وسولوا قالوا شنو هي الأسباب اللي خلاتك باش تدير الإضراب عن الطعام، واش غادي توقف الإضراب ديالك ولا غادي تستمر فيه، وأن النيابة العامة هو الباب ديالها مفتوح لمحكمة الاستئناف باش يعني تستمع لك فيما يتعلق بالأمور ديالك اللي انت كتحس بها ضراتك أو ضرات الأسرة ديالك أو ساءت لك أو ساءت لعائلتك أو الدفاع ديالك. بطبيعة الحال أولا هذه المبادرة احنا كدفاع ما يمكن لنا إلا نشكروا السيد الوكيل العام شخصيا والنائب ديالو على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف مراكش، وهذا تعامل إن دل على شيء تيدل على العمق الإنساني في التعامل مع كل مواطن أو مواطنة كيحس بأنه واحد التشكي ديالو ما وصلش للجهة اللي هي كيكتبها في هذاك الموضوع. فله مني ومن زميلي الأستاذ محمد السناوي كل الشكر وكل العرفان، ولذلك غادي نرجعوا عنده باش نشوفوه، لأن شفنا غير النائب الأول ديالو اليوم تم الاستماع بشكل مفصل في كل الأمور اللي كانت يعمل المديمي منذ اعتقاله، أو اللي درناها كدفاع مشتركين، أو اللي قمت بها أنا شخصيا، أو اللي قامت بها العائلة ديالو، أو اللي قاموا بها الرفاق والرفيقات ديالو في المركز الوطني لحقوق الإنسان. ومن هذه الأمور هذه أولا الرسالة اللي وجهها للديوان الملكي اللي كان تيبين فيها أنه هو ما عنده حتى مشكل مع القضية الوطنية، هو كباقي المغاربة يعتبر قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية، وأنه لم يقم على الإطلاق بأي تزوير أو تلفيق في ذلك التقرير لا في قضية مدينة الداخلة أو إساءة لأي هيئة منظمة. هذا بغى يوضح الموقف الوطني ديالو السدة العالية بالله باعتباره أحد الرعايا ديال جلالة الملك حافظه الله. بطبيعة الحال الوكيل العام وضح لنا هذه النقطة على أنه كاينة. النقطة الثانية أو الموضوع الثاني هو الشكاية اللي دار محمد المديمي من السجن بالسيد رئيس الجمعية ديال الضمير وقيلة حقوق الإنسان وشي حاجة بحال الشكل، السيد اللي دار به شكاية كونه أنه لما مشى عند الفرقة الوطنية الأمن الوطني زاد من عنده. حنا كنعرفوا أنه في العهد الجديد هاد القضية ديال زاد من عنده ما كايناش، وإلا كان شي واحد زاد من عنده كيكون معرض للعقوبات ومعرض للمساءلة. وإلا حنا بغينا نعرفوا الحقيقة، واش هو كذب على الأمن ولا هو هذاك الكلام كيقولوا باش يبغي ينفخ في راسو؟ عنده مسائل اللي هي كترتب عليه قانونيا. فالسيد الوكيل العام قالنا لأنه وجهها السيد المدير العام للأمن الوطني أو الجهة اللي هي معنية بالأمر لترتيب الآثار. النقطة الثالثة كتتعلق بجوج ديال الرسائل، وحدة للمفتش العام لوزارة العدل كتتعلق بتسريب الأحكام. إلا باقي كتذكروا نهار كان تحكم المديمي الحكم خرج قبل ما يتم النطق به. والنقطة الرابعة كتتعلق بشكايات السلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من الشكايات اللي دار في الآونة الأخيرة بواحد السيدة عندها واحد القناة مغربية وطنية ومعها مجموعة من الناس من الخارج ومن الداخل. وهاد الناس هذيك السيدة السيد وكيل الملك اليوم راه حطها في مستشفى الأمراض العقلية هنا بمراكش كيتسناو التقرير، وهذا التقرير ما عرفناش وقتاش غادي يجي. سألنا مع الوكيل العام اش من عام غادي يجي هذا التقرير، وهذا السيدة عندها سوابق مع السيد النقيب السابق المحترم لدى نقابة المحامين دمراكش ومع القاضي لدى نفس المحكمة، وتم الإيداع ديالها في السجن. علاش في قضية المديمي غير هذه القضية هذه اللي عديناها للسبيطار؟ حنا ماشي ضد، بالعكس إذا كانت امرأة مريضة راه كاين مسائل اللي هي في القانون، ولكن كاين اشخاص مذكورين معها في الشكايه. لذلك حنايا تنطالبوا باش المديمي يتم المعامله ديالو كباقي المواطنين والمواطنات،
الى معتقل على ذمه قضيه ما ومحكوم من اجل قضيه ما عنده حقوق وعلى الدوله واجبات. فاحنا حقيقه تم الاستقبال ديالنا مزيان وتم التعامل مع المديني مزيان، ولكن انا بغيت مزيان نشوفها في الافعال وفي القرارات. واش دائما حتى يدير هو يضرب عن الطعام عاد يكون، وكل قدر الله خلال هذه الفتره هذه اللي كان هو داخل فيها في يضرب عن الطعام، وبالمناسبه حتى نشفوا ليه الكلاوي ديالو كان بين الحياه والموت. واش خص الانسان تيدير هذا الشيء عاد سميتو؟ فلذلك حنا املنا كبير في السيد الوكيل العام وكذلك حتى وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه بمراكش باش ياخذ الامور بواحد الماخذ ديال القيم العدل وقيم الانصاف. الدفاع ديال المديمي تهان امام الملأ، ولا النيابه العامه حركت ساكنا، وهذا الشيء في اخبار النقباء ديالنا وفي اخبار النيابه العامه. لا يعقل الا كان شي حد على برا راه كاينه مساطر كدار، اللي كاين لداخل خص دار له المسطره وباش نخرجوا هذا الشيء للراي العام. ما حد هذا الشيء ما خرجوش. المديمي مستعد كل مره يدخل في شي معركه ديال الامعاء الفارغه، والدفاع ديالو مستعد باش يدير المساطير وكل الاشكال النضاليه، كل الاشكال النضاليه اللي يمكنش تحلى على 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 الانسان غادي يديرها، وكذلك الاخوان ديالو والاسره ديالو والاصدقاء ديالو في المركز الوطني لحقوق الانسان. على كل حال المديمي اليوم حل الاضراب عن الطعام، تم الاستماع اليه، تم الوعد ديالنا على ان غتخاد الامور بجديه. كل الشكايات الان هي بين يدي السيد الوكيل العام، وسيوجهها الى من يهمهم الامر، وسيعطي فيها تعليماته اللي كتقتضي البحث، راه غادا تكون موضوع البحث، واللي اللي خصها تمشي لشي جهه ما للاختصاص غتمشي. كاين مجموعه من الشكايات اللي تحلت على سله، لان كاين عناوين في سلاف، كاين في مراكش، كاين خارج المغرب، هذا الشيء كله لانه حنا هذا الشيء تيمشر بالخير، وحنا في دوله الحق ودوله القانون، وخص القانون يطبق على الجميع وبدون استثناء. أقل لا يعقل أنه لما توجد شكايات ضده هو تم التعجيل بها في حينه، ولما هو يوجه شكايات أو الدفاع ديالو أو العائلة ديالو أو المركز تبقى في الرفوف. غير معقول وغير مقبول في زمن كنسمعوا على أنه كاين تخليق ديال المرفق ديال القضاء، وكاين مسألة ديال السواسية ديال المواطنين، وكاين مسائل ديال التعجيل بالبت في الشكاوي. إذن هذا بشكل عام هو هذا الموضوع ديال هذا اللقاء ديالنا اليوم اللي كان مع السيد الوكيل العام، وهي شكايات تتنوع ثلاثة الأنواع. كاين الشكايات اللي كنا عملنا جميع كتعلق بالتقرير اللي طالوا الزوير وبانت حقائق شأنه ديال المفوضة وديال غيرها، وهذا الشيء كامل راه هو لأن كاين عنده واحد الطابع السرية ما يمكنش نقولوه. كاين هذا المشكل هذا، كاين هاد الشكاية هذه، كاين الشكايات اللي داروا بالناس اللي شهروا به واللي سبوه واللي قذفوا به، سواء اللي هما كانوا معاه في المسطرة الأولى كمشتكين أو اللي عاد خرجوا من السجن، وربما راكم كتعرفوا على من كنتكلم. لذلك كنبغي نبلغكم كذلك الشكر ديالو لوسائل الإعلام اللي حضرت والعائلة ديالو والمتعاطفين معاه من الداخل ومن الخارج والكل اليوتيوبرز، وكيجدد المديمي العهد على انه سيستمر، وحنا ما احوجنا الى امثال المديمي للدفاع على كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في هذا الوطن العزيز، لانه بدون نضال لن نصل جميعا الى دوله قويه، سياده فيها للقانون وسياده فيها لحقوق الانسان. فشكرا لكم، وشكرا للاصدقاء المديمي، شكرا للاخوان كلهم اللي كيتضامنوا معاه، والشكر موصول كذلك للجاليه بالخارج وكل اليوتيوبرز اللي طلقوا العريضه ديال التشكي. وكنقول خاص تكون عرائض، وغادا تشكل في الايام القليله المقبله واحد اللجنه واسعه النطاق فيها نشطاء من حقوق الانسان، فيها هيئه الدفاع، فيها العائله ديالو، فيها الاصدقاء ديالو، اللي غادي تتحرك على عده مستويات قصد المطالبه باطلاق سراحه، لان تنعتبروا على ان المديمي ظلم مرتين وما يمكنش هذا الظلم يبقى مستمر، خاصه مع مجيء يعني المسؤول قضائي جديد متتبع بقيم حقوق الانسان ومحترم للقانون ويحترم المواطنين والمواطنات. وحنا املنا كبير، وامننا كبير كذلك حتى في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش باش يحرك كل الشكايات اللي عنده في مواجهة
هذوك الناس اللي شهروا ماشي بالمديمي، شهروا بالدفاع، والدفاع اللي كيتعتبر جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة. من أساء إلى الدفاع أساء إلى القضاء. لا أظن أنه يرضى السيد وكيل الملك أن يسمع ما أدلينا له به من إهانات وسب وقذف من طرف الدفاع، كما أنني كنطالب من النيابة العامة السيدة اللي خارج التراب الوطني إذا تعذر إحضارها أن تحرر في حقها مذكرة البحث على الصعيد الدولي، لأن هذه دولة عندها كيان ديالها وعندها مؤسسات ديالها وعندها ميكانيزمات ديالها، ماشي فقط غير المديمي، حتى على خصوم المديمي. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.